وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وأيضا عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.